منصور المنصوري، المدير الإقليمي للإسكان وسياسة المدينة بتزنيد. أولا كنرحب بجريدة الأحداث المغربية على اللقاء. في البداية تنبغي غير النقاش يمشي في جوج محاور. المحور الأول كل ما يتعلق بتأهيل للمراكز الحضرية ولا المراكز القروية، وبما في ذلك إعادة هيكلة بعض الأحياء الناقصة التجهيز. والجانب الثاني هو كل ما يتعلق بالسكن والعرض السكني والمشاريع السكنية اللي كاينة عندنا في الإقليم. بالنسبة للمحور الأول، بغينا نركز المشاريع اللي مازال كننجزوا فيها ولا اللي هي مبرمجة على المدى القريب. المشروع الأول هو برنامج تأهيل مدينة تيزنيت في إطار اتفاقية ديال سياسة المدينة، اللي فيها واحد المجموعة من الشركاء وكتضم واحد المجموعة من المحاور. غنركز على المساهمة ديال وزارة السكنة، وزارة إعادة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. الاتفاقية ككل فيها واحد الغلاف المالي ديال تقريبا 22 مليار سنتيم، فيها واحد المساهمة ديال 100 مليون درهم ديال القطاع ديال الإسكان وسياسة المدينة. هذه الاتفاقية تقريبا 88% ديال المشاريع اللي تبرمجت فيها راه تنجزات، وهمات الأحياء الجديدة خارج السور، وهمات بالخصوص تعبيد الطرق والتقوية ديال الطرق اللي كانت في وضعية سيئة، وكذلك بعض الساحات العمومية والمناطق الخضراء، وخاصة في بعض الأحياء اللي كانت تتفتقر لهذه المناطق الخضراء، بالإضافة إلى جميع الإدارات العمومية والمرافق العمومية، المدارس، الثانويات، كل جوانب ديال هذه المشاريع ديال هذه المرافق كلها تدار لها إما الدلاج ولا البافي ولا الريبسول. بقى لنا واحد الشطر الأخير اللي هو مبرمج للإطلاق ديال الصفقة، إن شاء الله غتكون قبل نهاية السنة إن شاء الله، وكتهم واحد المبلغ ديال 11 مليون ديال الدرهم تقريبا، واللي غيهم بالأساس تهيئة ديال المدخل ديال المدينة، المدارة الرئيسية ديال المدينة غادي تكون التهيئة ديالها والتوسعة ديالها باش تستجب الحركة ديال النقل، وتكون واحد الواجهة أساسية ديال المدينة باش تبين الواجهة الحقيقية ديال المدينة، كملتقى رئيسي وكطريق الوطنية اللي تتربط الشمال بالجنوب. هذا فيما يتعلق بالاتفاقية الأولى اللي كتهم تيزنيت خارج الأسوار. بالنسبة للاتفاقية الثانية، هذه كتهم المدينة العتيقة. المدينة العتيقة حتى هي فيها واحد المجموعة من الشركاء، حتى هي كتدخل في إطار سياسة المدينة. الغلاف المالي 14.5 مليار سنتيم، منها 5 مليار سنتيم ديال مساهمة قطاع الإسكان وسياسة المدينة، واللي تقريبا فيها بالنسبة للتدخل ديالنا فيه ثلاثة المحاور. المحور الأول اللي هو ترميم السور الأثري، اللي الشطر الأول ديالو تنجز بواحد الغلاف المالي تقريبا 5 مليون ديال الدرهم، وعندنا الشطر الثاني راه في طور إعداد الدراسات الضرورية لإطلاق الصفقة إن شاء الله قبل موتم السنة الحالية. بالنسبة للمحور الثاني تهم هيكلة بعض الأحياء الناقصة التجهيز،
وخاصة بالنسبة لقويات البنية الطرقية والساحات العمومية وبعض المناطق الخضراء. هذا المحور حاليا في طور الدراسات النهائية، من المنتظر أنه الصفقات تعطوا إن شاء الله قبل موسم السنة الحالية. مع الأسف هذه الفترة ديال الحجر الصحي وقفت واحد المجموعة من الدراسات، وخاصة الدراسات اللي كتكون في الميدان توقفت في هذه الفترة هذه. هذا التأخير هو اللي فرض أنه الصفقات غيمشيو إن شاء الله من هنا لنهاية السنة. هذا فيما يتعلق بتأهيل البنية الطرقية والمناطق الخضراء والساحات العمومية. أهم محور بالنسبة للاتفاقية ديال سياسة المدينة بالنسبة للمدينة العتيقة هو ترميم البنايات الآلية للسقوط. كما كتعرفوا المدن العتيقة في المغرب من المشاكل الرئيسية ديالها هو هذا المشكل ديال تأهيل البنايات الآلية للسقوط. كاين بنايات تاريخية، كاين بنايات اللي عندها صبغة دينية، كاين مباني إدارية، ولكن حنا اللي تيهمنا في هذا البرنامج ديال تيزنيت هو المباني الخصوصية اللي السكنية اللي فيها الساكنة، اللي فيها أسر، وحتى المساكن اللي مهجورة. إذا هذا البرنامج حنا حاليا في طور الدراسة التشخيصية المعمقة ديال البنايات، لأنه لا يمكن التدخل في هذا النسيج العتيق، ما يمكنش يكون ناجح إلا ما كانت دراسات معمقة. كتصوروا معايا المدينة القديمة، واحد المجموعة من الأحياء، أزقة ضيقة، نسيج عتيق مبني بالتراب والمواد التقليدية، كاين اللي فيه خليط بين المواد الصلبة والمواد الطينية. إذن هاد الفسيفساء ديال البنايات اللي هي متناطرة على امتداد الأحياء ديال المدينة، التدخل في بحال هاد النسيج كيحتاج الدقة في الدراسات. على هذا الأساس تعطت الصفقة ديال الدراسات واللي هي حاليا في مراحل متقدمة. مكتب الدراسات في إطار الدراسات ديالو كيستعان حتى بالمختبرات، لأنه واحد النسبة مهمة ديال هذه البنايات كتحتاج الخبرة من مختبرات متخصصة. هادشي كله علاش؟ باش نحددوا طريقة ديال التدخل. الأساسي في هذه البنايات أنه يجب الحفاظ على الموروث الحضاري ديال المدينة، نحافظوا على الطابع المعماري، ولكن مع الأسف الوضعية ديال نسبة مهمة من هذه البنايات كتفرض أنه ضروري اللجوء إلى الهدم وإعادة البناء. في هذا الإطار، في إطار هذه الاتفاقية ديال تأهيل المدينة العتيقة بالنسبة للبنايات المهددة بالانهيار، كاين ثلاثة الشركاء، كاين قطاع الإسكان وسياسة المدينة، وزارة الداخلية، والجماعة الترابية ديال تيزنيت. بالنسبة للجماعة والحصة ديال وزارة الداخلية غادي تخصص لإعادة البناء، إعادة بناء واحد المجموعة من الدور السكنية لفائدة الأشخاص والأسر اللي متوفرة فيها واحد المجموعة من الشروط اللي هي متعارف عليها واللي تيفرضها الحصول على الدعم العمومي في إطار المقاربة الاجتماعية للمشاريع السكنية. إذن الجامعة غادي تتكلف بإعادة البناء ديال تقريبا واحد 180 بناية، في حين قطاع الإسكان وسياسة المدينة غادي تتكلف بترميم وإصلاح
348 بناية. هذا الترميم فيه شقين، فيه مستفيدين اللي هما ملاكين، وفيه مستفيدين اللي هما المكترين الكرايه، لانه باش تكون عندنا الامكانيه انه نصلحوا واحد الدار ولا نريبوها ونعاودوها، ضروري انه الاسر المكتريه يكون عندها واحد يكون واحد الحل اللي هو ايواء مؤقت. ما دام الايواء المؤقت ما متوفرش واحد المساكن مثلا ولا محلات للايواء ما كاينينش، اذا اللجنه ديال القياده ديال هذا البرنامج فكرت في اللجوء الى دعم، غيكون واحد الدعم مادي لهاد الاسر المكتريه باش على الاقل توفر لها واحد المورد باش تكري في واحد المده اللي معينه اللي غيستغرقها الترميم واصلاح البنايات. بالنسبه للملاكين، اللي كتوفر فيهم الشروط ديال الدعم العمومي، هادو غادي تعاونهم الوزاره في اطار هذا البرنامج باشراف اللجنه ديال التنسيق والتتبع بطبيعه الحال، باش يترمموا ويتصلحوا هاد البنايات ديالهم، هاد الدور ديالهم، باش نحيدوا الهشاشه ونحيدوا الخطر على الارواح وعلى الساكنه، وباش نوفروا ظروف عيش كريم لهاد الاسر هادي. الدعم تقريبا غادي يكون على حسب الدرجه ديال الاضرار اللي كاينه في هاد البنايات، وانجاز الدراسات راه قائم على قدم وساق، راه من بعد رفع الحجر الصحي راه جميع المصالح المختصه واللي عندها علاقه بهذا الموضوع خدات على عاتق ديالها انها تسرع كل واحد في اطار التدخل ديالو وفي اطار المهام ديالو انه يتسرع بوضع هذا البرنامج في الطريق الصحيح ان شاء الله. هذا ما يتعلق بالبنايه الايله للسقوط، لانه كنظن بانه من المشاكل الاساسيه اللي باقي عندنا بالنسبه للقطاع الاسكان في الاقليم كاين هذا المشكل، هذا هو المشكل الرئيسي اللي عندنا بالنسبه للقطاع. كاين مشكل اخر اللي تيهم تاهيل بعض المراكز القرويه، وعندنا كل ما يتعلق بتوفير عرض سكني مناسب وخاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود. في هذا الإطار غادي نتحدث أولا على البرنامج ديال التدخل في العالم القروي، لأنه العالم القروي السياسة السكنية في العالم القروي كتبنى على جوج الأمور. الأمر الأول هو توفير وثائق التعمير اللي هي ضرورية لأي تنمية وأي ضبط لحركة العمران في أي مجال ترابي. إذا راه كاين واحد المجهود السلطات المكلفة بالتعمير وجميع المتدخلين وعلى رأسهم السيد العامل والمصالح المختصة بما في الوكالة الحضرية كلهم واخدين هذا الأمر بالأولوية المطلقة في أفق تغطية جميع المراكز القروية بوثائق التعمير. بالنسبة للتأهيل ديال المراكز، اش كنقصدو بالتأهيل؟ هو أنه نوفروا لهاد المراكز القروية الحد الأدنى الضروري من التجهيزات الأساسية، وخاصة بالنسبة للبنية الطرقية، مناطق خضراء، ساحة عمومية، الإنارة العمومية، تطهير، كل هذه الامور اللي عندها واحد تاثير ايجابي على التنميه وعلى الاستقرار، لانه الهدف من هذه تنميه المراكز القرويه والتاهيل ديالها هو نحافظوا على السكان في المناطق ديالهم،
نقربوا لهم التجهيزات الأساسية، نقربوا لهم المرافق العمومية بما فيها من المدارس، بما فيها من المستوصفات، بما فيها من النقل الحضري. كل هذه الأمور بغينا في إطار تأهيل المراكز القروية أن نواكبها ونفروا واحد الموارد كافية وفي إطار شراكات متعددة لتنمية هذه المراكز. وبهذه المناسبة هذه أذكر بأنه كاين اتفاقية اللي كتجمع الوزارة ديالنا مع جهة سوس ماسة واللي تتهم واحد المجموعة من المراكز. بالنسبة لإقليم تيزنيت عندنا 18 مركز بواحد الغلاف المالي تقريبا 100 مليون ديال الدرهم، فيها 58 مليون ديال الدرهم المساهمة ديال الوزارة. حاليا تقسموا هذه المراكز على حساب الأولوية. حاليا عندنا 6 المراكز اللي عندها أولوية راه الدراسة التجارية، واللي مكلف بالتفعيل ديال هذه الاتفاقية هي وكالة تنفيذ المشاريع التابعة لجهة سوس ماسة. بالنسبة لبعض المراكز أخرى اللي داخلة في إطار برنامج عادي ديال الوزارة، عندنا برنامج تأهيل الجامعة القروية، مركز الجامعة القروية ديال الأربعاء الساحل، فيه واحد المساهمة ديال الوزارة ب 25 مليون ديال الدرهم. الشطر الأول راه هو في طور الإنجاز، وإن شاء الله في غدا إن شاء الله 25 يونيو غيكون فتح الأضرفة بالنسبة للشطر الثاني ديال هذا، واللي أساسي بالنسبة لهذا المركز ديال الأربعاء الساحل أن فيه واحد المجموعة من المرافق الاجتماعية والعمومية. بغينا باش نواكبوا هذا التطور اللي تيشهدوا هذا المركز بتهيئة وتقوية البنية الطرقية بالأساس. هذا هو الهدف ديالنا. علاش؟ باش النقص اللي كاين والجاذبية اللي ناقصة شوية، اللي ناقصة حاليا اللي كنشعروا بها ناقصة، غادي هذه التهيئة اللي هي جارية الآن غادي ترد هذا المركز مركز جاذب للسكان وحتى الأنشطة الاقتصادية اللي هي مديرة للدخل. وعندنا المركز الثاني اللي هو مبرمج، هو المركز ديال تفروت المولود في الدائرة ديال أنزي، تقريبا واحد 10 مليون ديال الدرهم. حتى هو في إطار أنه من المراكز القروية اللي كانت شوية مهمشة، وفي السنوات الأخيرة حظى بواحد الاهتمام أنه تعطاته الإمكانية ديال التوفر على التطهير السائل من بين المراكز القروية القليلة اللي فيها التطهير السائل اللي هو مهم. إذن في إطار المواكبة ديالنا لهذا التطور اللي كاين في هذه الجامعة هذه، حظات بهذا الاهتمام وعندها اتفاقية لدراسة التقنية غادي تنطلق قريبا إن شاء الله. وعندنا المركز القروي اللي مهم حتى هو اللي تنشوفوه هو متنفس للمدينة ديال تيزنيت، اللي هو مركز أجلو، جامعة أجلو. حتى هي عندها واحد اتفاقية في إطار سياسة المدينة في واحد المجموعة من الشركاء. الغلاف المالي اللي تخصص لها هو 48 مليون ديال الدرهم، منها 16 مليون ديال الدرهم اللي هي مساهمة ديال قطاع الإسكان وسياسة المدينة. وإن شاء الله في القريب إن شاء الله غادي تعطى الصفقة ديال الدراسات. نتمنوا قبل نهاية السنة الحالية يتداروا الدراسات التقنية باش إن شاء الله في بداية السنة المقبلة تكون الصفقة ديال الأشغال وتنطلق الأشغال إن شاء الله. وهذا الشيء اللي ممكن نقول بالنسبة للتأهيل. محور آخر بغيت الإشارة بعض الإشارات فيه كل ما يتعلق بالحاجيات السكنية. عندنا الإقليم كيتوفر على عرض سكني متنوع، وخاصة بالنسبة
المناطق الحضرية والشبه الحضرية. عندنا الخصاص في واحد النوع من السكن اللي هو السكن الموجه للفئات ذات الدخل غير القار، اللي تقريبا التكلفة ديالو 14 مليون. هذا اللي عندنا فيه واحد، عندنا فيه واحد الإقبال وعندنا فيه النقص. وحاليا عندنا تقريبا عندنا داروا واحد ثلاثة المشاريع، وكاين واحد المشروع رابع ان شاء الله مبرمج في طريق سيدي إفني، غتكون فيها على الاقل واحد 200 وحدة سكنية ديال 14 مليون. هاد حنا كنقدروا الحاجيات ديالنا في هذا النوع من السكن تقريبا 100 مسكن سنويا، 100 مسكن سنوي بالنسبة لهذه الفئة هذه. ولكن بالنسبة للأنماط الأخرى من السكن عندنا عرض متوفر، عندنا جميع الأنواع من الفيلات، من السكن الاقتصادي، من السكن الموجه للأنشطة التجارية، وعندنا منطقة صناعية اللي هي قائمة واللي إن شاء الله باقي غير الرابط بالشبكة ديال التطهير السائل اللي هي الأشغال الجارية. وبالنسبة حتى النوعية ديال الطلب على السكن، كاين التركيز على البقع الأرضية على حسب الثقافة ديال الناس ديال المنطقة. تيقول لك ودي وفر لي واحد البقعة سكنية في المتناول، أنا راه غادي نبني وغنحترم الضوابط القانونية المعمول بها، غنبني إما بالموارد الذاتية ديالي ولا بالقروض البنكية. هذا كل شيء ما طرحش إشكال، وعندنا عرض وفير، وعندنا واحد قطاع خاص نشيط نموذجي بالموازاة. عندنا قطاع جمعوي اللي هو مهم ويضرب به المثل على الصعيد الوطني. عندنا تعاونيات رائدة، عندنا وداديات رائدة بطبيعة الحال، بالإضافة إلى المشاريع ديال القطاع العمومي. عندنا مشاريع كبيرة ديال القطاع العمومي بلا ما نذكرش الأسماء ديال هذه المشاريع، ولكن راه هذا التكامل اللي عندنا بين القطاع الخاص والقطاع العمومي والقطاع الجمعوي هو اللي أعطى هذه الخصوصية لهذه المدينة هذه، اللي في كل الأحوال بشهادة الجميع الزوار ديال المدينة والمهتمين، راه تيصنفوا المدينة ديال تيزنيت كمدينة نموذجية، لا بالنسبة لاحترام قوانين التعمير، ولا بالنسبة مثلا لاحترام الطرقات والعرض ديال الطرقات، وبالنسبة للمناطق الخضراء غياب شبه كلي السكن غير القانوني والسكن العشوائي، غياب شبه كلي. غادي تزوروا الأغلبية ديال الأحياء ديال المدينة، ومنها الأحياء اللي التحقت مؤخرا بالمدار الحضري. تكامل بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والقطاع الجمعوي والتعاوني هو اللي أعطانا هذا النموذج الفريد بالنسبة للقطاع الإسكان، واللي هو كيتضرب به المثل على الصعيد الجهوي والوطني، لأنه هذه القطاعات في التكامل ديالها قدرت أنها توفر واحد المنتوج السكني مناسب كما وكيفا وحتى بالنسبة للتكلفة، وحتى بالنسبة مثلا الأحياء اللي التحقت كما قلنا بالمدار الحضري، راه استفدت من تصاميم إعادة الهيكلة، واستفدت من الحد الأدنى ديال التجهيزات العمومية وخاصة الماء والكهرباء. ونتمناو في القريب العاجل إن شاء الله، في القريب أنه ينطلق المشروع اللي المدينة كتنتظره، اللي هو تصميم مديري للتطهير السائل باش يغطي لنا الأحياء اللي مازال ما تغطتش بالتطهير السائل. كنظن بأنه التمويل
الدراسات راه كاينه، التمويل راه كاين، انه بعض الامور اللي عندها علاقه بتصفيه العقار هي اللي هي الان في طور الانجاز. بخلاصه انه لا المدينه ولا الاقليم بالنسبه لقطاع الاسكان والتعمير راه ما عندناش شي ازمه اللي هي مثلا مقارنه مع مناطق اخرى. عندنا العرض تيفوت الطلب، وهذا الشيء كله كما قلنا راه بتضافر جهود الجميع، وعلى راس على راس هذا الشيء كله كاين السيد العامل، السلطه الاقليميه بكل مكوناتها، السلطات المحليه، المنتخبين، النسيج الجمعوي، رجال الاعمال، المنعشين العقاريين، الجمعيات، جمعيات الاحياء. وما ننساوش بانه عندنا واحد الحيويه بالنسبه للمجتمع المدني، عندنا واحد الحيويه اللي هي كبيره. انا كيبان لي بانه ما نستهنوش بهذا الاهميه ديال هذا المجتمع المدني، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او مواقع الالكترونيه.